هذا رجل حبل له مرأة وراد الزواج منها ولكن ما تيسرت له، فتزوجت هي وراحت بحال سبيلها. مرت الأيام، شافها هي وخواتها، هو كان عند الباب، فنظرت به هي قالت يا ولد ما هو وجه خويي الأول، فأنشدت بيت اسمعوا هالبيت اسمعوا ردها عليه. قالت له شمالك يا بعد الروح وجهك تغير، عندي خوات اثنين طب وتخيار. رد لها لا راح راس المال، يقصدها لا راح راس المال شل بخواتك، بلك الزمان يدور واخذ بناتك. من الكوخ اسمع القصة الثانية، عاد هذه راح تروق لكم. رجل حبله امرأة اسمها نورة، هو اسمه عايش، تقدم لها للزواج وما تيسر أن يأخذها، رجال على قد حاله وأبوه رفض الزواج منها. فقال يا نورة أنا بروح وبشتغل وا 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 يبعد عن القرية، لكن إن رجعت معي المال ومعي فلوس راح أتزوجت. راح اشتغل اشتغل حدها ديار، ويوم رجع القرية ومعها المال والفلوس، وين نورة؟ قالوا نورة تزوجت، زوجها أبوها ولا حد يدري من القرية وين هي أصلا. أخ قرر أنه يبحث عنها ولكن بطريقة عجيبة، فأخذ هذا الشطر وقام يردد على بعض اللي يمر عليهم من قبائل، أبنشدك على لون القمر وش لون نورة. وقال اللي يجاوب على هذا له حلالي وما أمن. راح عند القرية الأولى قال عندي لغز، اللي يجاوبه له حلالي واوا وش اللغز. قال أبنشدك على لون القمر وش لون نورة، واحد قال أبيض واحد قال أصفر، قالوا كان غلط. القرية الثانية الثالثة قال لهم اللغز وكان زوج نورة موجود، كان زوج نورة موجود ولكنه قال أنا بريح بعد ما ريح تعالوا لي. راح زوج نورة يم نورة قال في واحد مجنون ما أبول يقول عندي لغز وأعطيه حلالي وما أملك. قالت وش يبي؟ قال يقول أبنشدك على لون القمر وش لون نورة. ابتسمت نورة عرفته، فقالت رح له وقل له، أو قبلها قالت له أنا عرفت الجواب. وش الجواب؟ قالت رح له قل له مثل السمك في البحر وش لون عايش، هو اسمه عايش. فراح له ثاني يوم وقال له الجواب أنا عارفه، قال له وش؟ قال مثل السمك في البحر وش لون عايش. قال له خذ حلالي وما أملك وسلم لي على نورة.